الرحمن الرحيم. كتاب أكشن باك للصف السادس. كتاب بيوبلز بوك. سنبدأ الآن بترجمة الدرس الأول. الوحدة الأولى، استخدم القاموس. استمع ثم اقرأ. مستر يوسف، صباح الخير جميعا. اسمي أستاذ يوسف وأنا أستاذكم الجديد. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالعطلة الصيفية. هل زار أحدكم بعض المناطق الجميلة في الأردن؟ اليوم أنتم سوف تكتبون عن هذه المناطق. كريم، كيف نجد معلومات عن هذه المناطق؟ أستاذ يوسف، استخدموا الموسوعة إنسايكلوبيديا. الموسوعة، هناك العديد من المعلومات في الموسوعة إنسايكلوبيديا. موسوعة. كريم، هذا كتاب كبير، أين أبحث؟ أستاذ يوسف، ابحث في الفهرس. جد رقم الصفحة هناك. كريم، أنا سأكتب عن أم قيس. هناك بعض المباني الرومانية فيها. كيف نستطيع تهجئة buildings؟ buildings مباني، buildings مباني. علي، أنا ممكن أبحث عنها وأجدها في القاموس. dictionary، dictionary القاموس. ها هي buildings. كريم، هل ممكن تعيد التهجئة لو سمحت؟ repeat، تعيد، repeat، إعادة، repeat، إعادة. علي، buildings. أستاذ يوسف، الآن تحققوا من عمل شريكك. تحقق من عمل شريكك. partners شريك. partner شريك. كريم، عملك جيد جدا يا علي. علي، عملك جيد جدا أيضا. تو أيضا. تو أيضا. أستاذ يوسف، جيد. الآن ممكن أن أضع لكم علامات على عملكم. mark your work، أضع علامة. mark your work، أضع علامة لعملكم.